افتتح جمعية المهندسين اليوم معرض يوم المهندس الكويتي، واللي راح يقام للمرة الأولى ويستمر حتى يوم السبت. يتضمن هذا العرض إنجازات لطلبة الهندسة. عشان نتكلم أكثر حول هذا الموضوع راح نرحب بكل من ضيوفنا المتواجدين معنا بالاستوديو، رئيس اللجنة المنظمة الاحتفالية ليوم المهندس الكويتي المهندس عقيل مراد، وأيضا مقرر لجنة الشباب والمهندسين أسماء زمامي، وعضو لجنة العلاقات العامة المهندسة جمانة جعفر. مسي عليكم بالخير وحياكم الله معنا. الله يحييكم. يعني جميل ان احنا نسمع ان هذا المهرجان يقام للمره الاولى وانه يخص المهندس الكويتي والمهندسه الكويتيه ايضا. ابتدي معاك مهندس عقيل، في البدايه لو نعرف بس المشاهدين عن هذه الاحتفاليه، يعني تقام للمره الاولى بالكويت وتخص المهندس الكويتي، شنو هذه الاحتفاليه؟ احنا بادرنا بهالفكره قبل سنتين، حطينا الخطه لها زين، وفي اخر اجتماع للمنظمه الهندسيه العالميه اللي تابع لليونسكو قرروا بآخر اجتماع أن يحددون يوم المهندس العالمي تاريخ 7/3. فبالتزامن مع هذا اليوم احنا حددنا تاريخ يوم المهندس الكويتي تاريخ 7 مارس. فاحنا حطينا الحين خطة عمل واشتغلناها، واحنا جاهزين نوري الناس شلون المهندس الكويتي هو يشتغل. يعني هل الاحتفالية او خلينا نقول هذا المعرض هو يعتبر معرض؟ هو معرض واحتفالية يوم المهندس الكويتي. تمام، ومدته يوم واحد ولا ايش كذا؟ المعرض عندك يوم الخميس والجمعة والسبت ان شاء الله، والاحتفالية في 7/3 يوم الاربعاء ان شاء الله. انزين المهندسة اسماء، احنا لما نتكلم عن هذا اليوم بما انه هو يعني 3 ايام، فاكيد في الكثير من الفعاليات الانشطة اللي راح يكونون يعني متوزعين في هالثلاث ايام، شنو ممكن الشخص اللي بيكون موجود ويزور راح يشوف في هذا المعرض؟ في البداية طبعا انطلاقة المعرض كانت اليوم الساعة 10، وموجود متواجدين من الساعة 10 من الساعة 10 الصبح ل 10 بالليل. عندنا وايد فعاليات، وايد مشاركين. المشاركين بالمعرض يطمنون عندنا شركة نفط الكويت البترول الوطنية، ايضا راح يشاركون طلبة مشاريع التخرج من جامعة الكويت ان شاء الله، راح يعرضون مشاريعهم. ايضا راح يكون في مشاريع، يعني مجموعة من مشاريع الدولة راح يعرضها الديوان الأميري. ايضا عندنا مشاركين معنا منظمة مهندسون بلا حدود، راح يحطون عندهم كورنر يعني حق الأطفال، يعلمونهم على التجارب الهندسية، يشاركونهم. غير كذي عندنا احنا صورنا اوريدي فيلم، ومثل فيلم وثائقي يكون في يعني قاعد نوثق فيه حياة المهندس الكويتي، جهوده بالشغل، شنو يسوي، مختلف قطاعات الدولة، مختلف اماكن العمل، وان شاء الله راح نعرض الفيلم هذا في المعرض ان شاء الله. مهندس جمانة، يعني هذه مسؤولية ترى، الحين أنتم تسوون هذه الاحتفالية وتحتفلون في يوم المهندس الكويتي للمرة الأولى وثلاث أيام، يعني بالنسبة لكم إيش كثر مهم أن فعلا تسلطون الضوء على أهمية عمل المهندس الكويتي، إنجازاته، شنو قاعد يسوي، وشلون أن أنتم توصلون هذه المعلومة للجمهور؟ هو يوم المهندس أكيد مهم، جمعية المهندسين والدولة تحرص على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، فنبي نبين بهاليوم أهمية المهندس وتقديره له، يعني نوع من التقدير. هل راح يكون خلال هذه الاحتفالية مثلا مهندسين ذوي خبرة مثلا بيكونون موجودين راح يعرضون خبراتهم غير الأنشطة الترفيهية اللي راح تكون موجودة؟ هو بالمعرض راح نخاطب جميع فئات المجتمع من الطفل إلى الكبير. الطفل مثل ما قالت مهندسة أسماء راح يشوفون التجارب الهندسية زين، ومخاطب عندنا طلبة جامعة الكويت مشاريع تخرجهم راح يخاطبون هذه الفئة، وعندنا مشاريع الدولة من مشاريع الديوان الأميري، من مهندسينهم راح يعرضون كل مشاريع من الديوان الأميري ومهندسين الكي او سي ومهندسين الكي ام بي سي، بيخاطبون حق الناس ويوصلون رسالة ترى المهندس الكويتي يشتغل، مهندس الكويتي قول فعل، وبوث الجمعية راح تتكلم عن كل هذا في هذا المعرض. وعندنا هذا بس المعرض الحين هالثلاث أيام، عندنا يوم الأربعاء في مركز جابر الثقافي قاعة الأشغال العامة، قاعة الأشغال المتعددة الساعة 7:30 الاحتفالية نفسها إن شاء الله. المهندسة أسماء، ما شاء الله إحنا قاعدين نشوف دائما جمعية المهندسين وطلبة كلية الهندسة نشطين،
يعني دائما يكونوا هم لهم الدور الابرز موجودين، حتى اللي ما هو دارس هندسه، حتى اللي ما عنده احد بالهندسه يدري جمعيه المهندسين دائما عندها فعاليات مميزه. زين انتم الحين ما شاء الله مهندسين، واكيد في المعرض راح يكون في مشاركين من طلبه الهندسه سنه تخرج، ويمكن في اللي توهم يدشون ويلتحقون في كليه الهندسه. زين وجودكم انتم معاهم، طريقه تنسيقكم بينكم بين بعض، اخترتوا يعني الطلبه حديثين التخرج او مشاريعهم على اي اساس؟ طبعا احنا في البدايه تواصلنا مع جامعه الكويت، نستغنى وياهم، قلنا لهم والله احنا نبي افضل المشاريع، سواء كانت حديثين تخرج اللي توهم متخرجين او اللي قدم، بس احنا نبي طلبه متميزين، مشاريعهم متميزه، مشاريعهم تقدر يقدر يعني المواطن العادي يقدر يتواصل وياهم فيها، يقدر يسالهم عنها، وعلى اساس هالشيء خليناهم عندنا في البوث في المعرض. وان شاء الله كل سنه راح يكون في تقديم، اي يعني اي طالب هو متخرج او سواء متخرج من قبل يحاب يقدم، حاب يعني يعرض مشروعه، اي راح يكون ان شاء الله كل سنه في نفس التوقيت باذن الله. مثل شنو المشاريع اللي مشاركه؟ منو اللي عنده فكره؟ شنو المشاريع المميزه؟ من جميع التخصصات، المشاريع الفائزه بالاخر معرض هندسي في الخاص في جامعه الكويت. جامعه الكويت رشحونا اسامي وتواصلنا مع الطلبه وشاركوا ويانا. والباب مفتوح حق كل الطلبه اللي عندهم مشاريع بالسنوات الجايه ان شاء الله. احتفالاتنا سنويه راح تصير، معرضنا سنوي راح يصير، هالسنه معرضنا في مجمع الافنيوز، ان شاء الله على السنوات الجايه نتطور افنيوز وغير افنيوز ان شاء الله. ان شاء الله. الحين بالنسبه حق المهندسه جمانه، هذا المعرض الحين راح يقام على مدى 3 ايام، مع وجود اكيد المهندسين ذوي الخبره، وانتم بعد اكيد طلبه جامعه الكويت قسم الهندسه. المعرض هذا او الاحتفاليه مفتوحه للجمهور كله أو بس لطلبه الكليه والمهندسين؟ لا اكيد هي مو مقتصره على المهندسين، حتى الاحتفاليه نفسها يعني نرحب بالكل. انزين احنا قاعد نتكلم الحين، انت يعني ما شاء الله حلو ان انتم خليتوا هذه الفعاليه او هذه الاحتفاليه للكل، يعني للصغير والكبير. انزين احنا كناس ما عندنا خلفيه في الهندسه، ولا مثلا نعرف مشاريع المهندسين الكويتيين وشنو المهندس الكويتي قاعد ينجز، انا يعني او كاولياء امور ودهم ياخذون عيالهم عشان يستمتعون معاكم في هالثلاث ايام، شنو ممكن يشوفوا هناك؟ هو المعرض الغرض منه ان احنا نعرف عن يوم المهندس الكويتي، هو يوم المهندس الكويتي تاريخ 7 مارس، بس المعرض عندنا بادي من اليوم، فاحنا الغرض من المعرض اصلا نعرف الناس بيوم المهندس الكويتي ودور المهندس. يعني هل راح تسلطون الضوء على مثل مهندس وين يشتغل، شنو التخصصات، وين احنا قاعد نشوف الكويتي مثل المشاريع المميزه، يقدرون يكونوا موجودين يخاطبون الجمهور؟ هو في مثل جامعه الكويت كل التخصصات الهندسيه موجوده، راح يتكلمون عن تخصصاتهم، كل مهندسين يعني جمعيه المهندسين مختاره من كل تخصص من كل وزاره عندها احد هناك راح يخاطب المجتمع، يا جماعة ترى أنا شغلي كذي، مهنتي كذي، وين مناطق النائية، ترى أنا أطلع أنا أشقى، أنا أتعب، ترى المهندس الكويتي يشتغل، المهندس الكويتي يعمل، يورونهم شنو الشغلات اللي ينجزونها. أنا بس ودي إيه سمحي. بس أنا حابة أضيف شغلة بالنسبة للمعرض، طبعا هو مفتوح للكل وبس للمهندسين، إحنا خصصنا كورنر خاص حق الأطفال، يعني يبنى لهم هلمس يقدر يلبسها، يقدر يسأل، أكيد طبعا الحين الياهال يبي يعرفوا شنو مهندس، وأكيد أبهاتهم كلهم يقولون إن شاء الله نشوفك مهندس، فإن شاء الله إذا يو إحنا نقعد ناخذهم نوريهم شنو يعني مهندس، شنو أنت تقدر تسوي، نوريه المشاريع اللي إحنا قاعد نشتغل عليها. هذا بالنسبة للأطفال. بالنسبة حق الكبار، جميع المواطنين أكيد يعني إحنا قاعد نسمع المشاريع، ونحب نعرف بعد شنو في مشاريع جديدة، نحب نشوف يعني شنو قاعد يسوون المهندسين، هل في تطور، يعني عجلة التنمية على قولتهم تمشي ولا واقفة؟ إي نعم. فأنا يعني أنا أدعو الكل إنه يجي ويشارك، وإذا عنده أي أسئلة بخصوص سواء المشاريع الهندسية أو جمعية المهندسين أو أي كان، إنه يعني يتفضل معنا. نتمنى، لأن الأجواء الحين حلوة، وأنتم راح يكون، بس عفوا الاحتفالية راح تكون وين؟ بجمعية المهندسين؟ لا، مركز جابر الثقافي. فيها 3 أيام راح تكون؟ لا، هو يوم
يوم 7 مارس مركز جابر الثقافي، ومن اليوم بادي ان شاء الله مجمع للفينيوز المعرض مالنا. يعني هم الاهل موجودين ويا كل الاسره، يعني بيوم عائلي قاعد قضيه هناك في المجمع، يعني يقدرون هم يمرون عليكم بس يستفسرون ويعني يعيشون معاكم تجربه مع اطفالهم. انا بس ودي اسال، يعني معلش يعني مهندس عقيل راح يكون شوي سؤالي نسائي نوعا ما، يعني بحكم ان عندنا مهندسات كويتيه دائما نسمع ان مهنه المهندس مهنه شاقه، خصوصا اذا كنتوا في الميدان. يعني ودي بس اعرف كل واحده فيكم متخصصه بشنو. انا تخصصي هندسه صناعيه، وحاليا شغاله في الكي او سي. نعم. يعني إيه في الفيلد يعني موجودة. أنا تخصصي HSE صحة وسلامة، فإنه يعني أضطر إنه تقريبا كل يوم ألبس البلاسوت وألبس هذا والهلمت، وبالعكس هذا شيء وايد حلو للأمانة. يعني مو قاعد تحسين في الرهبة أو إن الخوف إن أنت كبنت إن أنت تكونين مع الرجال في هذا الميدان، وفي يمكن نوعا ما في ناس تخاف، خصوصا حتى الأهل يمكن شوية يخافون على بناتهم لأن مهنة شاقة نوعا ما إذا كنتي أنت داخل. بالعكس للأمانة يعني الحمد لله أنا ما واجهتني صعوبات، والزملائي المدراء كلهم كانوا متعاونين، وبالعكس يعني يسعون الى تمكين المراه، والحمد لله يعني اهلي بعد قاعد يدعموني في هالشيء. الحمد لله. مهندسه جمانة. انا هندسه صناعيه بعد بالهيئه العامه للطرق. ما اشوف المهنه وايد شاقه، وحتى لو كانت شاقه يعني دائما المراه اشوفها تتحمل يعني قادره دائما توصل. مهندس عقيل يعني تخصصك هم يعني بالهندسه الصناعيه او مختلف تماما؟ انا سيفل انجينير هندسه مدنيه بالإنشاءات ومشاريع الدولة. اشتغل في بلدية الكويت، مشاريع بلدية الكويت. طبعا أكيد اشتغلت مع مهندسات. مع المهندسات، وكانت بالسابق مديرتي مهندسة، حاليا رئيسة القطاع مهندسة. قادرة المرأة الكويتية تثبت نفسها في هذه المهنة؟ قادرة، وتنافس الرجل بعض المرات. قاعد ينافسونكم ينافسونكم يمكن بعض المرات بعد يغلبوني شوية الرجل في بعض المهن أكيد. احنا عشان بس التذكير قبل لا نوصل للتذكير والختام، مشاريعكم المستقبلية بما أن أنتم هذا تعتبر يعني يقام هذه الاحتفالية ويوم المهندس الكويتي للمرة الأولى، أكيد راح يكون هذا تحدي لكم أن أنتم بالسنين الجاية أكيد تتطورون أكثر وأكثر. اليوم بلشت الاحتفاليه من الساعه 10 الصبح، احنا جبناكم الحين الساعه 12:30، كنتم موجودين هناك؟ اي انا كنت. الاجواء منو كان موجود؟ شلون حسيته وشعوركم بس؟ الناس كلها فرحانه ان يوم مهندس الكويتي، يعني في مهندسين يو ان والله زين قدرتوا المهنه هذه. اي وفي ناس ما كانت عارفه شنو يسوي المهندس الكويتي، وأثران مهندسين الديوان الأميري مشاريعهم، كان يابوا مجسماتهم، مجسم مستشفى الجهرة، مجسم مركز، يعني يمكن الكثير من المشاريع اللي تم تقديمها أكيد لكم وشفتوها أنت، وبعد حاولتوا تسلطون الضوء عليها أكثر. حاولنا سلطنا الضوء عليها، وعندنا مشاريع الكي أو سي، مشاريع الكي أم بي سي. أنا أدعو الناس، يعني مو على أساس أنا رئيس اللجنة ولا هذا، يعني صدق المعرض شيء واحد يفتخر فيه خصوصا المهندس. نعم، كان نوع من أنواع الدعم أيضا لكم. مهندسة أسماء في الختام شنو حابة تقولي؟ راح أكيد كل واحد له كلمة إن شاء الله في الختام. ياريت بس نذكر مرة ثانية المشاهدين الاحتفالية وين وش كذا راح تمتد وشنو، وراح أخلي حق المهندسة جمانة تقول فعاليات. اوكي هذا اول شيء، بس انا حابه اذكرهم بالاحتفاليه راح تكون يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله تاريخ 7/3. الاحتفاليه راح تكون بمركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي اللي هو دار الاوبرا. راح يكون في مو انه يعني حضور وسيده دش، لا راح يكون في لينك تسجيل، يعني افضل يعني كتنظيم. ان شاء الله راح نعرضه مواقع التواصل الاجتماعي، موقعنا احنا موقع جامعه موقع جمعيه المهندسين. الاحتفاليه ان شاء الله راح تكون برعاية الديوان الأميري، راح يكون في توزيع هدايا تذكارية في البداية. أيضا رئيس جمعية المهندسين المهندس فيصل العتل راح يلقي كلمته وغيرهم بعد، وإحنا حابين ندعو الجميع طبعا للحضور إن شاء الله. هندسة جمانة شنو حابة تقولي في الختام؟ أنا حابة شوية أسلط الضوء على أنشطة الجمعية. يعني عندنا إن شاء الله الحين أكبر معرض راح نسويه فرص وظيفية عشان نحل شوي مشكلة البطالة، طبعا حق المهندسين عامة وحق حديثي التخرج خاصة. بس للهندسة؟ للهندسة بس. راح يكون في شركات عالمية، وتوقيع العقد راح يكون بنفس اليوم، يعني التقديم والتوقيع بنفس اليوم. متى هذا راح يكون؟ للحين ما حددنا اليوم، بس قاعد نشتغل عليه ان شاء الله المعرض. وفي وايد عندنا انشطه، عندنا نشاط تصوير فوتوغرافي، عندنا قاعد نحضر حق ماراثون، عندنا مسابقه الرمايه، وايد عندنا انشطه اجتماعيه.
حلو ان انتم قاعد يعني ما تركزون فقط على الانشطه اللي تخص الهندسه، لكن قاعد تحاولون ان انتم تغطون كافه المجالات بحيث انه يكون حتى المهندس قادر انه يكون عنده دور اجتماعي وهوايه ايضا في جانب اخر. مهندس عقيل بالختام شنو حاب تقول؟ اشكر الداعمين مؤسسه الكويت للتقدم العلمي والديوان الاميري على رعايتهم حق الاحتفاليه، واشكر زملائي اعضاء اللجنه، واشكر رئيس جمعيه المهندسين مهندس فيصل العتل واخوان اعضاء مجلس الاداره. وحاب ادعو الناس للاحتفاليه، احتفاليه مهمه بالمعرض خليون من خميس جمعه سبت، والاحتفاليه في مركز جابر الثقافي الساعه 7:30 لتسجيل الحضور يدشون موقع جمعيه المهندسين kse.org.kw ويسجلون حضورهم، وحياهم الله الساعه 7:30. ما قصرتوا، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله في هذه الفعاليه وهذا اليوم، واحنا اكيد نبارك لكم في يوم المهندس الكويتي، ونتمنى دائما لكم التوفيق والنجاح، نفتخر اكيد في كل مهندس ومهندسه. فكل الشكر على تواجدكم اليوم معنا، جبناكم شويه من احتفاليتكم، لكن عشان احنا محتاجين نسلط الضوء واهميه فعل المهندس الكويتي. كل الشكر لكم اكيد رئيس اللجنه المنظمه لاحتفاليه يوم المهندس الكويتي المهندس عقيل مراد، وايضا مقرر لجنه الشباب المهندسين الاستاذه والمهندسه اسماء الزمامي، وايضا العضو لجنه العلاقات العامه المهندسه جمانه جعفر. اذا كنت ودك ان تحفز ابنائك انهم يكون عندهم قدوه، وان انت توي لهم رساله واهميه فعل المهندس الكويتي، ايش كثر المهندس والمهندسه الكويتيه لهم دور فعال في بناء هذا الوطن، فتوقع هذه الفعاليه ونحن نقدم لهم نوع من انواع الدعم والفخر، ونقول لهم ان انتم قدها وقدود. روحوا زوروهم في جمعيه المهندسين او في مجمع الافنيوز، وايضا عندهم احتفالياتهم اليوم في مركز جابر الثقافي. كل التوفيق لكم ومنها الاعلى ان شاء الله.